الزمالك النهارده بقى وغزل المحله. الزمالك دائما شوط اول بيبقى عنده بعض المشاكل الفنيه ودايما المنافسين بيقدروا يلعبوا عليه كويس، الشوط الثاني يتحول الزمالك ويقدم مباريات كبيره جدا. ملاحظ ده؟ ملاحظه جدا. اه هقول لك على حاجه، الزمالك بقى بيعرف يكسب. الزمالك بقى بيعرف يخطف 3 بونت. انا في الفتره دي هتكلم بقى كراجل زملكاوي ومدرب في نفس الوقت، انا يهمني في المقام الاول 3 بونت وبدور عليهم بس عليهم. نادي الزمالك بيعمل كده، ومستر جيسفالدو فريرا بيعمل دي بشكل قوي جدا ومميز جدا. ومن احسن المدربين اللي شفتهم، بيعرف ياخد الثلاثة بونت باي شكل. عنده 3-4 ورقات او ورقتين مهمين جدا على الخط جنبه، منهم واحد زي شيكابالا بيعرف يستغله بشكل كويس جدا جدا. وامتى؟ يعني تلاحظ الثلاث ماتشات الاخر شيكابالا بيتغير في الافطاين، صح، بينزل يعمل الفارق مع الفرقه بشكل كبير. الحاجه الوحيده الحلوه اللي في الكوره في مصر دلوقتي الكواليتي بتاع شيكابالا. تخيل كواليتي الكوره وعبد الله السعيد، عشان ما ابقاش انا يعني الاثنين دول كواليتي مختلف عن كل كواليتي الدوري كله. في الباس، في الاستلام، في الرؤيه، في التحركات. ممكن تبقى الحته البدنيه مش احسن حاجه، عشان كده جيسفالدو فيرا بيحاول يديله شوط، انما بيعمل له شكله، بيعمل له تغيير في شكل الاداء، وبيعمل له تقل في الملعب بشكل كبير جدا. دليل على كده ان هتلاقي شيكابالا في عدد ماتشات كتير، هو خاصه في اخر 3-4 ماتشات، يا اما هو صانع يا اما هو مسجل. نفس الحكايه عبد الله. عبد الله من الحاجات اللي هي بتحاول ان هي تساعد نادي بيراميدز ان هو يعرف يسجل، او هو نفسه بيسجل. ف مستر جيزوالدو فريرا عامل حاله كمان من العدل. أيوة. مع اللعيبه. ايوه يعني لا فارق بالنسبه له فلان ولا علان ولا اسم ولا مين ولا بره اقعد. النهارده بيبتدي بعفغانه فيندر، ودي كانت بالنسبه لي اي حد قبل الماتش يقول له عبد الله عبغاني ديفندر هيقول لك كارثه كرويه. لان كمان عبغاني كورته مش كوره ديفندر، انما في الاخر اداها بشكل مميز جدا، وانا بعتبره النهارده جندي مجهول في الملعب. صح، قدر يبوظ عدد كبير جدا من الهجمات المرتده على نادي المحله، وبدا يعرف. عارف انا النهارده اتبسطت من عبغاني في حاجه، عشان برضه بديله حقه قوي في الحته دي، هو النهارده عرف واجبات المركز واداها، ما جودش. الله ينور عليك. اللي هي ايه، انا بقطع وبسلم، صح، وشغلتي في الملعب ايه، ان انا ابوظ الهجمات بتاع الخصم بس، شكرا. وعمل كده بالحرف الواحد اللي منه انت استفدت منه اعلى استفاده، ومش مركزه وما ضركش. الله ينور عليك. ومش مركزه، صحيح. يعني النقطتين دول، اولا ما ضرنيش بشكل خالص، لا ده فادني كويس قوي، وفي نفس الوقت بيلعب كوره على قد المكان قوي، لان انا عارف امكانيات نفسي في الحته دي. صح. نادي الزمالك عنده ميزه مش موجوده في حد دلوقتي او في فرقه. الميزه الاولانيه ان هو بيعرف يكسب وياخد 3 بونت. الميزه الثانيه 3 لعيبه، شيكابالا، زيزو، اشرف بن شرقي. 3 لعيبه دول عاملين الفرق بشكل كبير جدا، ومعاهم شويه امام عاشور. ممكن اضيف واحد كمان؟ ممكن. عشان انا شايف ان هو اللي عامل الفرق كله. محمد عواد. الله ينور عليك. يعني محمد عواد في اخر مباراتين تقريبا هو اللي خلى الزمالك في المرحله دي. الله ينور عليك. عشان شال في مباراه المقاولين كتير، وشال في مباراه غزل المحله كتير. بالعشره. عواد النهارده نجم المباراه، الماتش اللي فات والنهارده، هو نجم اللقاءين الاول والاوحد في نادي الزمالك. صحيح. عامل اداء رائع. صحيح. رائع. انما انا بتكلم على اللي خد بالك، احنا في مصر هنا عندنا مشكله. وانت لفتت نظري ليها، وانا اتكلمت بشكل في الحته بتاعت عبغاني، عشان عبغاني ممكن ما يظهرش لحد كتير، بس هو النهارده دوره مهم جدا في الملعب. عواد واضح للناس كلها. صحيح. انما الثلاثه اللي بيسجلوا والثلاثه اللي بيصنعوا، اشرف بن شرقي وشيكابالا وزيزو، عاملين فرق بشكل كبير جدا مع الفرقه، وعاملين حاله. طيب.